الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما مثال بواسطة معادلة عن منحنى التعاقد وصندوق إجورث أو The Contract Curve and The Edgeworth Box. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وخاصة طلبة الاقتصاد الجزئي المتقدم سنة ثالثة وبعد ذلك. على بركة الله نبدأ. في هذا المثال نفترض وجود اقتصاد تبادل. ما المقصود باقتصاد تبادل؟ بأن الأشخاص، المؤسسات، المنشآت تتبادل الأشياء فيما بينها. وهنا نفترض وجود شخصين يتبادلان البضائع بينهما من أجل تعظيم فائدة كل واحد منهما، وهذا ينطبق على بلدين أو اقتصادين. طبعا هنا هذا المثال الشخصان هما أحمد A وعلي B، الرموز فقط لا غير. الآن يمتلك أحمد في هذا المثال 12 كيلوغراما من سلعة التفاح X، هنا رمز التفاح X، يمتلك 12 كيلوغراما منها، ويمتلك 8 كيلوغرامات من سلعة البرتقال اللي هي الرمز Y. أما علي فيمتلك 8 كيلوغرامات من سلعة التفاح X و12 كيلوغراما من سلعة البرتقال اللي هي Y. دالة المنفعة لأحمد، طبعا لابد لنا أو لابد علينا أن نفترض بأن هناك دالة منفعة ومعطاة بصيغة رياضياتية. هنا دالة المنفعة لأحمد هذا شكلها الرياضي U، اختصارا لUtility لأحمد طبعا إيه، تساوي X اللي التفاح مرفوع القوة نصف مضروب الآن في Y مضروب بدورها للقوة نصف. إذن هذه دالة المنفعة لأحمد U sub A تساوي X للقوة نصف مضروبة في Y للقوة نصف. أما دالة المنفعة لعلي فهي معطاة بالصيغة الآتية، هذه الآن دالة منفعة علي هي U sub B تساوي X في B، X مرفوع على القوة واحد وY مرفوع على عفوا X في Y، X في Y، X مرفوع على القوة واحد وY للقوة واحد. طبعا هنا نتحدث عن دالة منفعة على المتبادل أو الإيجنت أو تريدر علي. الآن يمكن لنا أن نمثل هذا الوضع بيانيا كما يلي. هذا هو صندوق إجورث بوكس. الآن المستطيلات أو الخلايا تمثل كل واحدة منها كمية معينة، فعلى المحور العمود البرتقال 2 4 6 8 ل 20، وهذا البرتقال هنا، هنا التفاح على المحور الأفقي من 2 برضو كذلك الأمر ل 20، هذا التفاح، والآن هنا أحمد وهذا علي، والآن هذه نقطة اللي نسميها احنا المنحة الأولية أو initial endowment لأحمد، تتكون من 12 كيلوغراما من التفاح هنا و8 كيلوغرامات من البرتقال. هذه النقطة يعني من هنا من 0 إلى 12 هي لأحمد بالنسبة للتفاح، ومن 0 إلى 8 بالنسبة للبرتقال، وبالتالي يمكن لنا أن نمثل هذا الخط المتقطع الذي يمثل كمية التفاح بالكيلوغرام لأحمد، وهذا الخط المتقطع البرتقالي يمثل كمية البرتقال لأحمد بالكيلوغرام 8 كيلوغرامات. ما تبقى الآن من هذه النقطة حتى الأخير هي التفاح لعلي، ومن هذه النقطة إلى الأعلى حتى الأخير هي البرتقال لعلي. فنكمل على بركة الله. الآن هذه كما ذكرت لكم تتم يعني حتى أن تكون كل الكمية 12 زائد 8، وهنا 8 هذه زائد 12 هنا. نكمل بإذن الله عفوا، نقوم بحساب الآن المنفعة الحدية The Marginal Utility للمتبادل أحمد من السلعة X. إذن الآن المنفعة الحدية Marginal Utility MU للمتبادل أحمد من السلعة X، ثم المنفعة الحدية المارجن يوتيليتي للمتبادل أحمد من السلعة Y. إذن من السلعتين كل 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 منفعة حدية على حدة. إذن هذه دالة المنفعة الأصلية التي بدأنا منها لأحمد، المنفعة الحدية من السلعة تساوي هنا
مارجن الثلثي الى احمد فروم طبعا من السلعه اكس تساوي المشتقه الجزئيه الاولى لداله المنفعه نسبه الى اكس. وبالتالي الان هذا الاس الان نصف يصبح المعامل هنا نطرح من هذا واحد صحيح فيصبح الان نصف مضروبه في اكس القوه سالب نصف في واي تبقى واي كما هي كانها ثابت واي للقوه نصف. اذا هذه الان المنفعه الحديه لاحمد من التفاح. اما المنفعه الحديه لاحمد من سلعه البرتقال هي كما يلي: مارجن الثلثي من البرتقال تساوي بارشل يو اللي هي مشتقه الجزئيه لداله المنفعه نسبه الى كميه البرتقال تساوي الان هذه النصف هذا يصبح المعامل هنا وتبقى اكس كما هي بمعاملها باسها لكن نطرح من الاس لواي هنا واحد فتصبح الان واي للقوه سالب نصف. اذا هذا الان مارجن يوتيليتي من التفاح المارجن يوتيليتي من البرتقال او المنفعه الحديه من التفاح لاحمد والمنفعه الحديه من البرتقال للمتعامل احمد. الان يعرف ما يسمى معدل الإحلال الحدي Marginal Rate of Substitution للمتبادل أحمد كمالي. هو الآن Marginal Rate of Substitution لأحمد حاصل قسمة المنفعة الحدية من X مقسم على المنفعة الحدية من Y وتساوي إذا وضعنا الآن هذه المنفعة الحدية من X كل هذه النتيجة وضعناها في البسط وقسمناها على الآن هذه المقام فبعد الاختصارات النصف يذهب مع النصف. إذا نزلنا هذه إشارة سالبة لتحت مع X تصبح واحد صحيح ورفعنا إشارة الواي هذه واي القوة سالب إلى الأعلى فتصبح الآن نصف يذهب مع نصف. وعندما نضرب الآن النصف مع النصف هنا تصبح الآن القيمة النهائية للمارجن ريت سبستيشن أو معدل الإحلال الحدي لأحمد تساوي حاصل قسمة كمية التفاح عفوا البرتقال على كمية التفاح Y sub A على X sub A. هذا الآن كم أحمد مستعد أن يضحي بوحدة من يعني بكم وحدة من السلعة مثلا التفاح مقابل أن يحصل على وحدة واحد من البرتقال أو كم هو على السلعة أن يضحي من البرتقال كي يحصل على وحدة واحدة من التفاح أو العكس وهكذا. فالآن هذا هو ما يسمى معدل الإحلال الحدي لأحمد من السلعتين. نكمل الآن هذا لاحظوا لي يعني حاولت اني اميزها حتى تتذكروا بان معدل الاحلال الحدي مارجن ريت سبستيوشن لاحمد يساوي حاصل قسمه كميه التفاح طبعا هنا متغير عفوا كميه البرتقال هي متغير مقسم على كميه التفاح برضه كذلك الامر متغير. لكن اذكركم بالحاصل الجمع الان لانه عندي مجموع التفاح لاحمد مجموع التفاح لعلي يساوي 20 يعني 12 كيلوغرام زائد 8 كيلوغرامات يساوي 20 كيلوغرام. ما يعني بأن الآن الكمية المتاحة لأحمد تساوي 20 ناقص الكمية المتاحة لعلي أو هذا يعني بأن الكمية المتاحة لعلي تساوي 20 ناقص الكمية المتاحة لأحمد. هاي سنستفيد من هذه القيم هنا في الحسابات القادمة بإذن الله. وكذلك الأمر بالنسبة للبرتقال كمية البرتقال المتاحة للاثنين أحمد وعلي تساوي 20 ما يعني بأن الكمية المتاحة لأحمد تساوي 20 ناقص الكمية المتاحة لعلي أو هذا يعني بأن الكمية المتاحة لعلي تساوي 20 ناقص الكمية المتاحة لأحمد وهذه سنستفيد منها ثاني مرة. فإذا حاولت هنا أن أميز الآن ما يسمى معدل الإحلال الحدي هنا كمية الآن التفاح المتاحة لعلي معطاة بدلالة ما هو متوافر الآن لأحمد وهنا كمية البرتقال المتاح لعلي معطاة بدلالة ما هو متاح لأحمد بالبرتقال. نكمل على بركة الله. الآن نقوم بحساب المنفعة الحدية marginal utility للمتعامل أو متبادل علي بالطريقة نفسها من التفاح ومن البرتقال. فكانت كما يلي هذه الآن الدالة المنفعة التي نبدأ منها فبكون بالحالة هي المنفعة الحدية من السلعة X بالنسبة لعلي تساوي marginal utility of B sub X تساوي المشتقة الجزئية للدالة كلها نسبة إلى X فتساوي Y sub B لأنها تذهب واحد صحيح فإذا Y على B Y B اللي هي البرتقال. أما المنفعة الحدية من السلعة Y اللي هي برتقال فمعطاة بالصيغة التالية تساوي المشتقة الجزئية الأولى للـ
utility function كلها دالة المنفعة نسبة لكمية البرتقال وتساوي اكس بي اللي هي كمية التفاح. فلاحظوا لي هنا هذه المنفعة الحدية من التفاح تساوي البرتقال، والمنفعة الحدية للبرتقال تساوي التفاح. طبعا هنا متغير هنا متغير. الآن نعرف ما يسمى بالمارجن ريت سبستيوشن أو المعدل الحالي الحدي. كذلك الأمر لعلي بالطريقة ذاتها اللي هو تساوي حاصل قسمة المارجن يونيتيرتي أوف إكس اللي هي المنفعة الحدية من إكس مقسم على المنفعة الحدية لواي، إذا تساوي واي على إكس كما الآن استنتجنا هنا. فهذا الآن نتيجة مهمة جدا جدا. الآن لاحظوا لي برضو يعني ميزناها هنا، مهم جدا أن تتذكروا بأن معدل الإحلال الحدي لعلي يساوي واي اللي هي كمية البرتقال مقسم على كمية البرتقال لكن على التفاح، لكن هنا متغير هنا متغير. عندما يبدأ التبادل ويصل المتبادلان إلى أعظم منفعة ممكن من التبادل، في الوقت ذاته عندما تصل الآن أعظم منفعة ممكن، لا يمكن لا نستطيع لا يستطيع أي منهما تحسين وضعه إلا إذا تراجع وضع الآخر. بمعنى آخر لا يمكن لك حسب قاعدة باريتو أن تحسن في حالة ما يسمى بنقطة باريتو المثلى، وسأتي عليها بعد قليل. لا يمكن إذا وصلنا إلى حالة باريتو المثلى أي أن كل الأشخاص الذين تبادلوا وصلوا إلى أعظم منفعة ممكنة، في هذه الحالة لا تستطيع أن تعظم أو تزيد فائدة شخص إلا إذا أتت على حساب شخص آخر. فهنا مهم جدا. فعندما الآن نساوي بين معدل الإحلال الحدي لأحمد بالمعدل الإحلال الحدي لعلي، هنا المارجن ريت سبستيوشن لأحمد يساوي المارجن ريت سبستيوشن بالنسبة لعلي، أي أن معدل الإحلال الحدي الآن لأحمد يساوي معدل الإحلال الحدي لأحمد لعلي. معنى ذلك بأن وصلنا إلى أعظم فائدة ونقطة انتفاع كليهما هنا الآن، أي أن لاحظوا لي هنا سنضع هاي الآن المارجن ريت سبستيوشن بالنسبة لأحمد حاصل قسمة كمية البرتقال مقسم على كمية التفاح، وتساوي كذلك الأمر هنا تساوي هذه اللي هي مارجن ريت سبستيوشن بالنسبة لعلي تساوي هنا. لكن احنا الان كما ذكرت قبل قليل ساعود يعني ساعود ولو لدقيقه هنا او اقل من ذلك، انه ساستفيد من حاصل الجمع هذا. الان لابد ان ناخذ هذه بعين الاعتبار وهذه بعين الاعتبار من الضروري. فتذكروا انه اكس بي تساوي 20 ناقص اكس اي وواي بي تساوي 20 ناقص واي اي، هذه مهمه جدا. نعود الى اخر نتيجه توصلنا لها، هذه النتيجة كانت هنا أن المارجن ريت سبستيوشن لكليهما متساويين، وبالتالي هنا هذا المارجن ريت سبستيوشن أو معدل الإحلال الحدي لعلي لأحمد تساوي معدل الإحلال الحدي لعلي. الآن نقوم بالتعويض عن هذه القيمة وعن هذه القيمة بالقيم التي ذكرناها، وبالتالي هذه تبقى هنا اللي هي هذه y sub a على مقسم على x sub a، نعوض بدل y b و x b بالقيم التي قبل قليل ذكرتها اللي هي 20 ناقص واي اي مقسم على 20 ناقص اكس اي، هذا الذي سنستفيد منه الان. نتابع الان وذكر فيها هذه النتيجه مهم جدا. هنا الان اخر نتيجه كانت انه حاصل قسمه الان او المارجن ريت سبستيوشن معدل الاحلال الحدي لاحمد تساوي هذه القيمه 20 ناقص واي صب اي مقسم على 20 ناقص اكس صب اي، لأنه الآن عوضنا مكان معدل الإحلال الحدي لعلي. الآن بالضرب التبادلي نضرب هذه الكمية هذه القوس هنا، هذا 20 ناقص X A في Y sub A، ونضرب هذا 20 ناقص Y sub A في X sub A، ماذا ينتج؟ تنتج هذه الآن عندما ندخل كل شيء على القوس هنا على القوس هنا تعطي هذه الكمية. الآن لاحظوا لي 20 Y sub A ناقص Y sub A في X A، يعني الآن 20 في كمية البرتقال المتاحة لأحمد مطروح منها كمية البرتقال لأحمد نضربها كمية التفاح لأحمد، طبعا هذه متغير متغير، تساوي 20 في كمية التفاح المتاحة لأحمد كمتغير مطروح منها كمية البرتقال مضروبة في كمية التفاح لأحمد.
الآن اختصارات مهمة جدا. هنا لاحظوا هاي إشارة سالبة وهنا إشارة سالبة، عندما نقولها تصبح موجبة، وبالتالي بيشطبوا بعضهم البعض، العشرين قسم على العشرين بعدها بيشطبوا بعضهم البعض. إذا في هذه الحالة نصل إلى ما يسمى منحنى التعاقد لأحمد، إنه واي تساوي اكس. ما المقصود فيها؟ بأن أحمد الآن يقيم كل وحدة تفاح، طبعا هنا بالكيلوغرام كما ذكرنا، كل كيلوغرام من التفاح يساوي كيلوغرام من البرتقال، أو الآن كل كيلوغرام من البرتقال يساوي كيلوغرام من التفاح، أي واحد لواحد. هذه النتيجة مهم جدا وسنستغلها بعد قليل. هذا هو منحنى التعاقد، أي أن كل نقاط التبادل الآن مثل أحمد تقع على خط مستقيم. هنا هذا هو الخط المستقيم، لاحظوا لي هذا الخط المستقيم اللي هو واحد مقابل واحد، اثنين مقابل اثنين، ثلاث مقابل ثلاث، وهكذا. نعود بس للتذكير هنا، هذه مهم جدا. هاي الآن نقطة منحنى التعاقد هو هذا الأصفر الغامق السميك شوية. الآن نتابع هذا الآن مهم جدا نعرف وين أين يعني إمكانية التبادل هنا. فهذا الآن المجموع أصبح كما كان، يعني 12 زائد 8 20، وهنا المجموع يساوي 8 زائد 12 يساوي 20. لاحظوا لي هنا 12 كيلوغرام من التفاح زائد 8 كيلوغرام من البرتقال 20 وحدة، وهنا الآن 8 كيلوغرام من التفاح زائد 12 كيلوغرام من البرتقال. والتالي هنا الآن هذه النقطة، مع الأسف شديد هنا أذكركم حالة باريتو المطلع أو باريتو أوبتيماليتي تنص على أنه لا يمكن تحسين وضع شخص من غير أن تجعل شخص آخر أسوأ حالا، لكن هذا هو منحنى التعاقد، وهذه النقطة هي خارج نقطة منحنى التعاقد. أي بمعنى آخر بأن الآن إذا دخل الاثنان في عملية تبادل، البرتقال مبادله بالتفاح ونبادل التفاح بالبرتقال، يمكن لهم للاثنين طبعا أن يقفزا من هذه النقطة غير الكفاء إلى نقطة على منحنى التعاقد، بحيث نصل إلى ما يسمى بحالة باريتو المثلى، اللي هو لا يمكن أن نحسن وضع شخص إلا إذا أتت على حساب الآخر. نتابع الآن، لنعد إلى دالة منفعة أحمد. هذه دالة منفعة أحمد، يو تساوي أكس للقوة نصف في واي للقوة نصف. بالنظر إلى صيغة الدالة، بما أنه الإس الآن اللي هو نصف هنا تساوي النصف هنا، أي بمعنى بأن الإسين متشابهان أو متساويان، معنى ذلك بأن أحمد ينفق نصف دخله على الأقل نظريا على السلعة أكس، ونصفه الآخر على السلعة واي. هذا مهم جدا. إذا قيد الدخل الآن اي، هذا هو الآن اي تساوي 12 اللي هو كمية التفاح مضروب في سعر التفاح زائد كمية البرتقال هنا في سعر البرتقال. مهم جدا نتذكره، هذا الآن هو سعر التفاح وهذا سعر البرتقال. بناء على هذا القيد يكون الطلب على السلعة الآن حاصل قسمة الآن الدخل المتاح للسلعة هاي اللي هو نصف الدخل بالحالة هاي، مقسم على سعر أكس، بعطينا ما هو الطلب من قبل أحمد على السلعة أكس. أي بمعنى آخر الآن الطلب من قبل أحمد على السلعة أكس تساوي نصف الدخل مقسم على سعر، وبالتالي هنا عندما ندخل النصف إلى القوس بيكون عندي 6 بي في أكس زائد واي، يعني النصف هذه نصف هذه مقسم على السعر. نتابع الآن، نقوم بالإجراء نفسه. هلأ بالنسبة للمتبادل علي، طلب على السلعة واي، كذلك الأمر الآن بالنسبة لأحمد، هذا الطلب على السلعة واي لستة، طبعا نصف الدخل على السلعة واي، فبعطيني النتيجة النهائية 6 في سعر اكس زائد 4 في سعر واي مقسم على برايس واي. هاي مهم جدا تذكروها بالنسبة لأحمد. الآن حصلنا على ما هو الطلب من قبل أحمد بالنسبة للتفاح والبرتقال. أوكي، هنا لاحظوا لي طبعا هذا التفاح لكن معطى بدلالة سعر البرتقال، وهنا الطلب من قبل أحمد على البرتقال بدلالة التفاح والبرتقال. هنا بالنسبة إلى قيد الدخل تبادل عليها مهم جدا، هذا هو كما ذكرنا يساوي كمية التفاح المتاحة له في سعر التفاح زائد 12 اللي هو كمية البرتقال المتاحة له في سعر البرتقال. ما يعنى ذلك طبعا هذا سعر التفاح هذا سعر البرتقال، بكون الطلب على التفاح من قبل علي تساوي نصف الدخل، كذلك الأمر لأنه إذا رجعنا إلى دالة المنفعة له كانت X في Y،
اكس، وبالتالي نصف الدخل يذهب الى اكس ونصف الدخل الاخر يذهب الى واي. وبالتالي الان الطلب من قبل علي على التفاح يساوي نصف الدخل مقسم على سعر التفاح يساوي 4 بي اكس زائد 6 بي واي على بي اكس. هذا هو الان الطلب على التفاح، وكذلك الامر بالنسبه للطلب على البرتقال، نصف الدخل مقسم على سعر البرتقال ويساوي 4 بي اكس زائد 6 بي واي مقسم على واي على بي واي. الان هذا مهم جدا تذكروها، لدينا هذه الحقائق، هذه الحقيقه الاولى مهم جدا، واحده ثنتين ثلاثه اربعه، سنستغلها الان في الوصول الى الاكوليبريم او التوازن، اي اعظم منفعه ممكنه للمتبادلين احمد وعلي. نكمل الان الطلب على السلعه اس كما ياتي، هاي اكس الان من قبل احمد وهاي بالنسبه لعلي. لاحظوا لي الان بما انه الان المتاح يساوي 20، لاحظوا لي اكس يعني الكميه المتوافره لكليهما تساوي 20، وبالتالي ما الذي سيقومان به؟ اصلا كان احمد يمتلك 12 وهنا 8، لكن الان سيحدث تبادل. ما الذي سيحدث الان؟ سنرى بالنتيجه الاتيه، بالتعويض عن اكس وبي الان اكس اكس اي واكس بي في مجموع المتوافر، هذا هو المتوافر هنا، نجمع الان هذه الكميه اكس، هنا عندي هذه الكميه اكس اي زائد الكميه اكس بي، كل هذه تساوي 20. الان اذا افترضنا، ولا بد ان نفترض الان، لنفترض بان سعر التبادل مثلا برايس اوف اكس يساوي 1، صحيح هنا الواحد هذا هو ما يطلق عليه السعر المرجعي او النمرير، يعني مصطلح استخدمه ليون وراس بنظريه التبادل العام او التوازن العام. افترض بان هناك سلعه يمكن ان نستخدمها كمرجع، نسميها احنا السعر المرجعي او النمرير. فاذا افترضنا بان سعر التفاح يعني كيلو التفاح يساوي كيلو تفاح، هنا هذا هو تفسيره، ما يعني الان بان كل سعر للتفاح وضعنا محل واحد، صحيح. فاذا هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، ايش النتيجه بتكون؟ انه هذا الحكي كلياته هنا مضروب في واحد، هنا مضروب في واحد، مقسم على واحد، مقسم على واحد، ايش بكون؟ اي ان الان هذه 6 في 1 6 زائد 4 في برايس اوف واي زائد 4 هنا زائد 6 في برايس اوف واي تساوي 20، ما يعني بان سعر واي كذلك الامر يساوي 1، صحيح. اذا الان يعني تقريبا وصلنا الى 90% من النتيجه بان سعر التبادل بين الاثنين هو كيلوغرام مقابل كيلوغرام، كيلوغرام التفاح يساوي بالضبط كيلوغرام برتقال، حتى يعظم الاثنان منفعتهما. نتابع الآن، أي أن الآن طلب من قبل أحمد، لاحظوا إذا عوضنا عن هذا الطلب X تساوي نصف الدخل تذكروا قسم على واحد وبالتالي تساوي 10، أي أن الآن كمية التفاح التي سيطلبها أحمد تساوي 10، ولن يبقى إلا 10 لعلي، وبالتالي هنا 10 لعلي. بالنسبة لهذه العشرة تذكروها الآن، هذا الذي يحدث وهي النتيجة النهائية هنا، أنه التوازن الآن هو 10 تفاح لعلي و10 تفاح لبرتقال لعلي، ثم 10 تفاح لأحمد و10 برتقال لأحمد، 22، وبالتالي هذا الآن 10 زائد 10 يساوي 20، وهنا 10 زائد 10 يساوي 20، هذا الآن هو منحنى التعاقد. وبالتالي هذه النقطة الآن التي يعني انتقلنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة أعلى، أعلى بالنسبة للإثنين، وهذه هي نقطة ما يسمى حالة باريتو المثبت. الآن هذه النقطة نظريا وعمليا أفضل من هذه النقطة، لأن الإثنين قد وصلا إلى أعظم منفعة ممكنة. نقطة التماس بتقول لي هنا بأن معدل الإحلال الحدي لأحمد يساوي معدل إحلال الحدي لعلي بالنسبة للسرعتين. كيف يمكننا أن نثبت ذلك؟ الآن سنثبت ذلك. نعوض الآن بالنسبة لأحمد، قبل التبادل كانت الآن كمية التفاح 12 مرفوعة القنص، هذه دالة المنفعة لأحمد، 12 لقوة نصف في كمية البرتقال لقوة نصف تساوي 9 فاصلة مثلا 8، هي أقل من 10. الآن ما الذي يصبح بعد التبادل؟ أصبحت الآن دالة المنفعة بدل هذه 12 صارت 10، وهذه بدل 8 أصبحت 10، وبالتالي الآن
لاحظوا لي اليوتيليتي ارتفعت من هذه القيمه لهذه القيمه هذه، لاحظوا لي كم الفرق وان كان بسيط، لكن لانه هنا الاكسبوننت هذه تؤثر على المقدار هذا النهائي. اما بالنسبه لعلي فقد استفاد كثير. لاحظوا لي بالتعويض هنا هذه داله المنفعه الاصليه لعلي اكس في واي، بالتعويض وجدنا انه قبل التبادل كان 96 مجموع منفعة، اما بعد التبادل الان لاحظوا ما الذي حدث، 10 في 10 تساوي 100، ما يعني بان الان كمية المنفعة زادت من 96 الى 4 وهي اعلى بكثير من اللي كان متاح له بالسابق. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع احبتي جميعا، والى لقاء اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.